صباح الخير. صباح النور. شو خير؟ أخذ إجازة؟ فيك تقول أخذ تقاعد معلم، فيك تطلع. ما أفطرت ما هيك؟ يعني كيف بدك يعني أفطر؟ مو أنت عزمني لهون؟ طيب معناتها بنفطر بالأول وبعدين نحكي بالشغل. أوكي، أنت أكيد ما قريت جرايد اليوم. ليش في شي؟ توقعت يسوي هيك. انت كيف بتعملي هالشي يا فيروز؟ ها كيف بتتخذي هالقرار عني؟ هذا كله مشان مصلحتك. انا بعرف وين مصلحتي اكثر منك. شو بدهم يقولوا عني هلا بعد ما يشوفوا الجريده؟ هن مو قايمينك من ارضك وعم بتفكر شو رح يقولوا؟ هي مو شغلتك. انت ليش ما بدك تفهم الحكي اللي عم قوله؟ انت عم تضيع مستقبلك. الشركة وكنية أبوك هن من حقك، وكتير طبيعي أنك تحصل عليهم حتى لو اضطريت أنك ترفع قضية ضدهم. بس أنا ماني هيك يا فيروز، سمع وقلت لك. مضطر تصير هيك. أنت عم ترفض تتربع على عرش هالأملاك وتصير إمبراطور. مو معقول هالجنان تبعك. مو أنت اللي بتعلميني شو لازم أعمل. ما عم علمك، أنا عم بنصحك عمر. أنت وريث لشركة مهمة وكبيرة. ليك عمر، لا تنسى هالجماعة شو عملوا فيك حتى يبعدوك عن هالأملاك ويفضلوا نجهم. أنا كتير آسفة حبيبي، بتمنى أنك تسامحني. خلص لا تزعجي حالك. اللي أنك سامحتني. خلص سامحتك، خلص حاجة تبكي. لا تتركني. أنا هون بجنبك. يلا حبيبتي نامي منشان ترتاحي. ما رح تتركني ما هيك؟ لا تخافي، بس بدي روح شوف الدكتور وبرجع لعندك فورا. حاولي تنامي شوي. أنا بحبك. وأنا بحبك. شو هالوضع هاد؟ كل ما تخاننا رح نقضي كم يوم بالمستشفى؟ بهنا بحاجة إلك. الفترة الماضية مرت بظروف صعبة. طول بالك. طمني كيف صار وضعه؟ منيحة، لا تخافوا ماما. ليش هيك صار يا ابني؟ يعني بالفترة الماضية كان عليها ضغوط كتير قبل العرس، يمكن مشان ما في داعي للخوف يا جماعة، طمنا الدكتور على وضعه. منيح، نشكر الله ونحمده. الحمد لله على سلامتها. شكرا، الله يسلمك. مؤيد، أنا بحاجة لإلك. خلال نص ساعة بدك تكون بغابة بيقوز، لا تخبر حدا إذا بتريد. إمتى رح يطلعوها يا نهى خانم؟ والله ما بعرف، لسه الدكتور ما قرر. مهند لوين راح اليوم؟ راح على الشغل يا روحي. ليش شو في خير؟ لا لا ما في شيء. يا جماعة انتو فيكم تروحوا، شكرا كتير عزبناكم معنا. ولو شو هالحكي هاد؟ هذا واجبنا، بقنا مثل بنتنا. شكرا. هلا ما فيني رد، تعال لوحدك، عم بستنى. شو في مؤيد؟ ما في شيء، عندي مشوار صغير. لوين؟ شغل بابا. خلص رح ارجع قبل ما تفيق بانا. مؤيد